بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نكي الذبح لغير الله تلقى بينكم ورنقن برخاء جارد أحقاق وريخاء قابنكم ديبو لاقاش أولا دائما أي عنوان سأدنو له وري إن موضوع سي تعريف سنكون نقوله ورنقن نحفرت سكون موضوع نين نقابنين ورما عنقن نيدن بك نشراء نشراء سنبو ويقوم كدو نادليل دي لغش فهمنا الله منوغن إن شاء الله. نانكي الذبح لغير الله دائما واسنا كنا ولا نقلنا الذبح لغير الله. تعريف الذبح لغير الله رسيسنا نيخ موضوع نيخ عنوانسي لغة هو في الأصل الشق أو ما دل عليه برخة لينا كانت نقن شقق نقلنا ابني كنبخبنا وري ما دل عليه أريخ كون وانن كودو قلو وانن نا نينجن. طيب اصطلاحا وري معناها جن وري شرحا وري معناها جن هو إزهاق روح وإرهاق دم تعظيما تقربا بطريقة مخصوصة برخنا رحفدنا بربقسنا تعظيم در تقرب در مخصوص نين برخاغن انتها ادرو الله نور بغناسي نور دير هورا ناسي وري نور صنعت ناسي يسترو ادرو لنا صنعت نيني تعظيم نشخصنا فلان خد نشيخ فلان خد ورنا جيرا فلان خد ورنا كان فلان دريسي ورنا اربند ورنا شنغروند يرو ادرو نتبرخنا نا اشيانين اشياء ممنوعن جرب دلقنين معناها قلنا طيب أقسامنا وليك أكون وليك قسم شخون وليك بنن شخون وليك أخوات شخون نا الذبح سيخوة صنعة شخ ناس يخوان ينقل نقن ذبائح مشروعة لاريها مرادية مشروعة جائزة تكرار مقبولة لاريها ذبائح مباحة لاريها كدو إسرامكم مرادقن سكرامكم مرادقن ذبائح مشروعة حق سنة أتنبليد سنة هدي حيوخ سنة قال إن حاجات المشروعة إن واجب السنة إن تأسر خلوا نسنا اثنين مشروعة قال أشياء بق مباحة ذبائح مباحة ذبائح مباحة نبرخنين مباحة قال قطب برخرا قال شهيد برخرا كل لادد برخرا لله رب العالمين برخده وزعرا نين مشكلة الذي مباحة قال ذبائح شركية إن ذبائح شركية ها نا لغير الله برخسر رجل شيخ فلاند بسم الله انقد قبلت انقد ولن انقد تل متان سواء ترور متان ولن المتان ناخي تيوا يرو ان برخا انجار شارع قاخد مباح قاخد ان مشروع قاخد اسنا نينجن ان دو ان برخا ان شرك لي قاسا. اولا الذبائح المشروعة نا ذبائح مشروعة قالنا وقلنا الناس يخوا أخوتنين قابني ولد ذبائح مشروعة أولا مثل الأضحية وذبح النذور لله سبحانه وتعالى وذبح الهدي يعني يكون أضحية نحق قد الله إن شاء الله أننا يقرى نجحا ورنا يقرى نجحا وري أن نور أكان قعيا ورنا سنعات فلان تماما برقية نية وكمان نذر نتراه إن شاء الله أن قال أكان نابي لو برقية بقى برقية جميلة برقية نية كلاه نحالة اثنين وراءكم نسنع اثنين نذر أكوك منين مشروع جن نضحية المشروع جن حق برخ رخلو نذر المشروع جن قدو ذبح الهدي هدي خي لا متمتع عاكن وري قارن عاكن حجلي وري عمرت بدو نسنع اثنين اختفى ينبك ما نسنع لي عمرت برخنا وبرخ رجال بخل الحق برخ قها لا الزمن لكن هي من السنن الطيبة والمندثرة نان أكلهم كلها نسون عند دورة جن نسون تنين. بدأ نيسانك إن ال ذبح العقيقة عن المولود. نين يعني نولدت نسمع يعني سانك جن أتنبريت متان ذبح الفدية في الحج والعمرة إن تمام جن ذبح الهدي
ودول أخدي وعندن ديبو تروح أكن يقولوا يعني ورا نا واجب سنة مقديبو كلهم مقديبو نسنة وانفديتا إن لازم أحكي عن إنسان سي إن قال تقصير وأنا يقول واجب أكان برها خلو نان أتنبلي تقود نسنة برخاء تنبلي تلا لا برخن أنت أب ذبح صدقة يتقرب بها لله سبحانه صدقة كنيرة كده برخن نيم مشكلة أخلاني الذبح الإكرام الضيف نيم مشكلة أخلاني نلا التنين ناوك مشروع جن لا لا حق قاعد شهيد برخرب كله لا حق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى صدقة كنيرة برخرب كله لا ريا تنبلي كنيرة برخرب كده نيسانك حجد فدي وأنك وراه دو أنك نذر وأنك حق آكن نلا التصنعتنا الذبح المشروع جن نان ذبائح المباح وأنا أقول إنسي خوري ينسي خو جن يهون ذبح مشروع ذبح مباح وذبح مش شركي طيب نان مثال نحسن أقول نانيلنا مباحة ذبح الجزار للبيع نان جزار برخوك نان كدرور متان نين مباح الذبائح للأكل نبر متان لها قريو بس شخص نستو قريو برخن نسكت أحد نين مباح نين مثال نيوجن مثال المباح أقول ندينا مثال مشروع أقول ندينا مثال مباح أقول الدنبي ثانيا ذبائح شركية ذبائح الشركية نان أمثلتنا عصرنا كلهم وريخ فرق فرق سعرنا ورانا قلنا ذبائح المشروعة عفوا ورانا ذبائح المباحة ورانا ذبائح الشركية الذبائح الشركية نان ذبائح للأصنام وذبائح للجن والذبائح للجباب والمشاهد والقبور والذبائح قبل سكن البيت الجديد بقصد الحجاب عن الجن الذبائح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة الذبح لله ولكن يذكر غير اسم الله عليها نين والتقن نين دو جرب دوكم بأمانة وريقنا أشياء نين إن شركيات لقاسة وإن شركيات مبوصان عطيها ين لازم دوينا ديبو مشاهنا خن وريقو نشرك سنيا كان دو سينولو أرقنير توقنين ديبو أرنا وان تنور ساقنين اللو نموضوع إن شرك لقاسة هوكا بالذات برخا سبابد نين دو جرب دوك ملاخا لقاش دوينا ديبو جزاكم الله خير. أولا الذبح للأسنام أسنام معنا حاجات القطرة عباس ترارين أنا الحمد لله فدر جارو خدر الله كان رخن كرنار رخن خشب رخن قلير رخن نهبينين عصينيك إن الناس ناد برخون وقنو نيها ممنوع قن شرق طوالي الذبح للجن كده لاخ أعوذ بالله من رجيم من مش عاوزين نجدارين أنا دجالين كهان قلير نابلين جند برخي ولون بقى عرب شرط أشتغل أو ديبك وروا ألوان أكا أنا ورا كان شاخني لكل الناس شاخ دير هذا نوات أكا قلي وقت نين ذبح جنت جن نين كده الشرك التوسق والعياذ بالله نين وقت نسنا كده الذبح والبرخاء للقباب والمشاهد والقبور قبت فلان دري نكان فلان دبست حقن نين إرب فلان حقن نكان نين نوايا حقن نا كانين قال حصل حقون ديبو ما نسبت ندنان لازم واجب سخون سنويا عن برخاكون ديبو نفرنا البرخية جنيرا ما نا كانسي تعظيم سنة سنويا البرخرا ني شرق الذبح قبل سكن البيت الجديد بقصد الحجاب من الجن نا مثلا لا خلين نجيبا نلغنسي عن جلد حجابية له برخية جنقوله يعني ما قصد ان النبي متنيني حجبته لكن نين شرق انت قدامته قيسو فرحة الجار اخويا يرو كشوشو قطو يرو براخرا مشكلة اخلان وريو ان لنس انت حجبته لجار برا مراس راون ديبو البقرة قال يرو ديبو اي بيت اي لنن البقرة قال استرار ديبو بإذن الله عز وجل شيطان غير انترار له جن غير انترار له لكن نا لن يقصي حجبيه لكن شيطان دير براهرا نين شرق. طيب الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة الحمد لله إن شانين أنت أبتوا أمانا قريب حاجات بقولنا ورا مش تخوني نخازك نتنع سجرن ورا برخ سجن ورا نتادرو برأويس دخوجرن نسرقوي ورني يشتاق منا صنعتني نين قلت حرام جا حرام هواي نكوا ورا نكون له نا خان لسناهني بقصد نحسنه برخرب
نبقى برخصها ورنا به ما تبرخصرو ناخرد نا دكرن انسرقي نا ورنا ورنا مرعبرنا ناخرد دكرن ورنا اخي قدم بي قال واجبنا قاس حسنا صنعتنا قاس حسنا الناس انا نموضوعين حرام 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 مره مقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نين جرب دلاني اكلان وريق شرع اخرانيني نبرخانين وسجن برخانين غلط بقديبو نيا ينقول سنشاخ قلنا صنعتنيها صنعت ان كان لي نسرقوا في زي رسنك انتنو يتبرخنا نا موضوعين موضوع مخالف للشرع عقن اكلاني باذن الله عز وجل دوي نومنو شخنخن الذبح لله ولكن يذكر غير اسم الله عليها قد الله لله يصير رب العالمين قنيو برخوك لكن بسم الله يلا رسانات الشموك ديبا نينر قدو مشكلة قنان خلاصتنا موضوعين وريده قن الذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغير الله والدليل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي نسكا نا برخق ومحياي ومماتي لله رب العالمين من لارقن لينري الذبح لغير الله يعتبر شركا أكبر إنسان بالله حق برخه نين شرك أكبر قن وفاعله ملعون والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم لعن الله يعني جار لعن حق إنسان لله حق برخه ناش يعني انتبهنا منه إن شاء الله حبايبي وأهل الكرام إن شاء الله الله سبحانه وتعالى خير لي هدينت قدو الله سبحانه وتعالى يا ربي إني فضلت بدينت خير لي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.